هنعمل شوية بتنجان محشي مع الطماطم المحشية مع الأكلة المفترية. هنعمل ايه يا سيدي؟ هنعمل البتنجان ابو خل. عندي توم، ليمون، شوية كمون، شوية نعناع، شوية كزبرة خضراء، كبشة فلفل حراق، وادي ملح. وادي خل. ونقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمال النبي على الريحة. يا حبيبي تعشق ايه في حياتك؟ البتنجان المخلل. اوعى. واو واو. ولعه. خد اللي تحتاجيه والباقي حطيه في الفريزر او في الثلاجه. اهو ده خير. الدقه دي حط منها على الفول، حط منها على البيض، حط على السلطة. طيب ده البتنجان احنا مصطادينه من المزرعة طازة.